خسارة دراماتيكية مني بها النادي الأهلي أمام نادي الوداد المغربي. أسباب الخسارة من وجهة نظري إن النادي الأهلي فرط في الفوز برغم تقديم مباراة كبيرة في الشوط الأول، العديد من الفرص اللي أتيحت لمؤمن زكريا ووليد أزارو، حالة عدم يعني التوازن اللي فيها سعد سمير، كل الهجمات حتى الهجمات المرتدة اللي كانت بتروح على مرمى النادي الأهلي عن طريق أشرف بن شرقي وإسماعيل الحدادي والخضروف كانت كلها بتشكل خطورة بسبب حالة عدم الاتزان اللي فيها سعد سمير، بالإضافة لحالة الخوف أو الخضة اللي فيها شريف إكرامي من المباراة واللي سببها مش مفهوم. لكن بالرغم من ذلك إن الأهلي سيطر على المباراة الشوط الأول وأضاع أكثر من هدف كان كفيل إن هو يخليه يقدر يحقق البطولة التاسعة في تاريخه. الشوط الثاني على النقيض تماما، الكابتن حسام البدري أعتقد إن هي ما كانتش موفقة، كل تغييراته اللي قام بيها اعطت الاستحواذ والثقه للاعبي الوداد المغربي. لعيبه الوداد بعد ما كانت بتشتت الكوره في الشوط الاول بداوا يستحوذوا على الكوره ويعملوا باصات فيها ثقه، بداوا يمتصوا حماس لعيبه النادي الاهلي. طبعا انا شايف ان الكابتن حسام البدري كان احد اسباب ضياع البطوله الافريقيه من النادي الاهلي بسبب تغييراته وادارته الغير موفقه للمباراه. فكره الحكم، اعتقد ان الحكم ما كانش ليه قرارات مؤثره جدا يعني في المباراه، اضاعت اللقب من الاهلي. حتى الهدف اللي كان حواليه بعض الشكوك ظهر في الاعاده ان محمد هاني مغطي التسلل. طبعا اللي بيتاخد على الحكم بعض الاشهار الكروت في وجه لاعبي النادي الاهلي بسبب ان هم بيتكلموا معاه في مثلا في فاول او في اعتراض على تدخل عنيف، زائد الوقت بدل الضايع اللي كان علامه استفهام واثار اندهاش الجميع. المباراه توقفت في بدايه الشوط الثاني مده حوالي من اربع لخمس دقائق بسبب الدخان الكثيف بتاع الشماريخ، لكن الحكم فاجئنا بان هو احتسب ثلاث دقائق بس في الوقت ان الاهلي كان ضاغط فيه بيبحث عن هدف التعادل. Thank you.